السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. لعل الكثير منا ومن بينهم أنا أيضا واجه مشكلة فك ضغط الملفات. نعم، ما أقصده هو مشاكل برنامج الوينرار. الحل بين يديك الآن، لا تذهبوا بعيدا إخواني. معكم خليل من قناة التقنية الصحراوي. في حلقة اليوم جلبت لكم برنامج بسيط وسهل لحل مشكلة ملفات الوينرار المعطوبة والتالفة. فالكثير منا قد يواجه هذه المشكلة، وكثير منا ما يحمل ملفات من الإنترنت معطوبة وتالفة، وبعد ذلك يكتشف أنها لا تعمل. يستغرق وقت طويل في الانتظار في أنها تتحمل من الإنترنت، لكن يكتشف بعد ذلك أن الملف معطوب أو تالف. هذا الملف قد حملته، سنجرب فك الضغط عنه. ستواجه مثل هذه المشكلة، لا تقلقوا أخوان. الحل في هذا البرنامج، برنامج بسيط وهو باند زيب. نقوم بتشطيب هذا البرنامج. نقوم بتشطيبه بشكل سلس وبسيط. نعم، نخرج منه. فقط ثواني ويقوم بتنصيب هذا البرنامج. أقوم هنا بإعطائه صلاحيات هذه الملفات. أوكي، ثم نغلق هذه الواجهة، ثم نغلق هذه الواجهة أيضا. سنضغط بالزر الأيمن للفأرة ونقوم باستخراج الملفات بواسطة هذا البرنامج، برنامج الباند زيب. نقوم باستخراج عبر هذا البرنامج. هذه هي طريقة استخراج الملفات من الوينرار المعطوبة والتالف. هنا نضغط على الخروج. نعم، نخرج منه يدوي. هذه هي الملفات، قد تم حل المشكل إخوان. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك، وكذلك أن تضغطوا وتدعمونا بالضغط على زر الإعجاب. كذلك لا يفوتكم الفيديوهات السابقة بها الكثير من الفائدة، وإن شاء الله سنستفيد أنا وإياكم من هذه القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.